من جانبه قال نائب العام المستشار نبيل صادق ان اعلان القاهره الصادر عن جمعيه نواب العموم الافارقه يعد وثيقه دوليه اقليميه في مجال التعاون بين الدول الافريقيه للتصدي للجريمه المنظمه. لهذا اللقاء الدولي الهام وهو ما اسفر عن اعلان القاهره الصادر عن الجمعيه الموقره والذي نعتبره وثيقه دوليه واقليميه هامه في مجال التعاون بين دولنا الافريقيه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وتطورا قانونيا ملموسا على ضرب المواجهة الفاعلة لهذه الظاهرة عالية التعقيد لما تعتبر معه تلك الجريمة على الصعيد الدولي والإقليمي من الجرائم عالية الخطورة.